مشاهدينا، خلينا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلينا نبدا معاكم من القاهره وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجا لحد ما نوصل لنص كوبري غمره. كوبري 15 مايو متجه للمهندسين عليه كمان كثافات مروريه، وشارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كثافات نسبيه عند الويلي لحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات وسط البلد، في كمان كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه. اما المتجه الى المؤسسه ففي سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. اما في الجيزه وتحديدا في شارع الهرم فبيشهد كثافات مروريه، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروه. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات، وفي كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني. اما في شارع فيصل ففي كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه مكمله لحد كوبري فيصل. نروح لطريق المحور القادم من اكتوبر، في كثافات مروريه قبل الدائري تستمر لغايه سلم ارض اللواء، وبعدين في سيوله مروريه في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. اما المتجه الى اكتوبر ففي سيوله مروريه. في اكتوبر كمان شهد طريق الواحات بعض الكثافات المروريه المتقطعه، وانتظمت حركه السيارات امام القادم من الطريق الدائري وصولا لمناطق دريم، وظهرت ايضا كثافات متحركه للقادم من امام مناطق الفردوس وصولا الى مول مصر ومدينه الانتاج الاعلامي. كمان ظهر التباطؤ في حركه السيارات امام القادم من مناطق الجيزه وشارع الهرم وصولا لحدايا الاهرام ووصل دريم حتى منطقه الاعمال. خلينا نروح لمحافظه الاسكندريه، في كثافات مروريه عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوته كمان عند الاشارات بطول الكورنيش. اما بقى الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مروريه نسبيه بالنسبه للكورنيش. اما شارع جمال عبد الناصر ففي ايضا كثافات مروريه عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مروريه لكنها متحركة بعض الشيء. نكمل مع حضراتكم جولتنا المرورية وهنروح لأسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ أن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، في بعض الكثافات المرورية. خلينا نستعرض كمان مع حضراتكم في جولة سريعة نعرف معاكم ايه اخبار الطقس النهارده. النهارده بتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء، مائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء. درجة الحرارة النهارده العظمى في القاهرة هي 36 درجة، واقل درجة حرارة في مطروح 38 درجة، كمان اسوان العظمى فيها 41 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.